بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا قبل كده على الالواح الشمسيه وان كان عمرها الافتراضي مش كبير وتكلفه عاليه وبتلم اتربه وكان مشكله في النظافه جامده وكان في نفس الوقت عمرها قصير مثلا في الشغل وبتتاثر بالبيئه عند درجه حراره 80 او سالب مثلا 60 مثلا تحت صفر. كان في مشاكل كتير جدا بتعملها. بدا العلماء يطوروا بالخلايا بتاعه الطاقه الشمسيه لان هي مصنوعه من السيليكون، عملوا خلايا تاني برضو من السيليكون بس المره دي كفاءتها عاليه وسموها خلايا البروفكسايت. تمام، الخلايا البروفكسايت دي الشمسيه اكتر تقنيه وعاليه جدا. ليه عاليه جدا؟ لان الفعاليه بتاعتها وقدرتها على تمتص الطاقه الشمسيه عاليه. ليه برضو الكلام ده؟ لان هي بتمتص الاشعه الشمسيه كلها. يعني كلها اشعه شمسيه، في منها بينزل اشعه طويله الموجه قصيره الموجه، في بينهم كده موجه وسط، هي بتمتص الثلاثه دول لان هي عندها التصميم بتاعها بيعمل كده. تمام، ودي حاجه بتخليها تمتص كل الطاقه الشمسيه الأشعة الشمسية وتحولها لطاقة، يعني من الآخر بتستفيد من كل الشمس اللي نازلة عليها. لكن الشمس مثلا بتكون نازلة على ألواح شمسية مش كل حاجة بتقدر تستفيد منها، ده في النظام القديم من فترة طويلة. تمام، عدد قليل قوي تمام من الخلايا الشمسية دي اللي كانت موجودة في الألواح الشمسية تمام بدأت تحصل فيها مشاكل وبدأت تظهر. لكن هم لما بدأوا يرفعوا كفاءة تمام الخلايا البروفكسايت دي بدأت ترتفع من كفاءة 4% ل 25%. وطبعا ده كلام كويس جدا عشان تقدر هي كمان تمتص كل الاشعه اللي موجوده في الطاقه الشمسيه او الشمس اللي نازله عليها. طب الكلام ده بيحصل امتى؟ لما احنا بنعمل عمليه تحسين للضوء. الضوء اي ضوء؟ لا، الضوء الشمسي اللي احنا بنمتص منه الكلام ده كله. تمام، كلنا عارفين ان في مميزات في السيليكون ده للخلايا الشمسيه الجديده. ايه هي مميزات؟ كتير، وفي عيوب برضو هنتكلم على الاثنين. عمرها الافتراضي كويس جدا، احسن بكتير كبير، يعني اعلى بكتير جدا من الالواح الشمسيه. بتحتفظ في نفس الوقت ب 90% في بدايه الشغل، يعني بعد حوالي 600 ساعه من الشغل المتواصل. يعني بتدينا 600 ساعه من الشغل المتواصل، وده حاجه كويسه جدا. تمام، عكس الايه؟ عكس الخلايا التانية. هتقول طب معلش هي ملهاش دعوه، البطاريه هي اللي بتسحب. هنتكلم ونشرح الموضوع ده دلوقتي. الخصائص على الخلايا دي ما بتتغيرش. ليه؟ درجه حراره عاليه ما تتغيرش، درجه حراره منخفضه ما تتغيرش، 80 فوق الصفر انت 80 تحت 60 تحت الصفر ما تتغيرش، 80 مثلا لدرجه حراره عاليه زي دول معينه زي الكويت لا ما تتغيرش. الخلايا هنا ما بتتاثرش، ولما تم المعالجه اظهر هنا احنا كسبنا موضوع جديد، بدانا نقضي على مشكله كانت موجوده في الالواح الشمسيه القديمه واللي هي اصلا كمان كانت غاليه فوق ان هي كانت بتتاثر في دول كتير ما بتقدرش تشتغل فيها. طب لو حبينا نقارن بينها وبين السلكون المعروف في الخدمات الجديده، يعني ايه اللي بتقدمه برضه؟ معلش انا ممكن نركبها في سقف مثلا عربيه. تمام، وهي ماشيه عربيتك عربيه. الله، ده الموضوع ده مهم جدا طبعا. يعني بتبدا تمتص كل انواع الاشعه، يعني من الاخر كده تقدر تدي طاقه متواصله للعربيه. سقف عربيه موجود، سقف منزل موجود، بيت موجود، اي حاجه شغال مفيش مشاكل خالص في الموضوع ده. هي تم معالجتها للغرض ده. طيب احنا عايزين دلوقتي نتكلم في مشكله عامه، الألواح الشمسيه القديمه واللي تم تعديلها. المشكله اللي اتكلمنا عليها من شويه، مشكله الغبار. مشكله الغبار ده مشكله وحشه جدا. ليه مشكله وحشه؟ المشكله دي يعني عامله لنا احنا نفسنا مشاكل، لان كل ما تحط الالواح عايزه تنظف. ما نحطش هنا الواح ولوحه ولا اتنين ولا تلات، لا احنا بنحط كميات كبيره جدا. طيب الكميات الكبيره دي عايزه عمال وعايزه مصاريف وعايزه تكاليف، الكلام ده كله مش صح خالص ومش حلوه في الليله دي، يعني مش مظبوطه خالص. طيب العمر الافتراضي كمان مش مظبوط خالص، العمر الافتراضي ليه؟ احنا انت لو بص تعالى نركز كده في الالواح القديمه، بص عامله ازاي الالواح القديمه. لو ركزت فيها كده تعالى بص عامله ازاي، عامله عايزه مساحه كبيره جدا. ازاي نقدر في الكميات دي كلها نقدر ننظف مشكله زي الغبار؟ نقدر طب بلاش موضوع الغبار ده كله، التلف اللي بيحصل نتيجه درجه ارتفاع درجه الحراره دي مشكله كبيره جدا. عشان كده احنا هنا لازم نبدا نفكر في عمليه التطوير. عمليه التطوير هنا هي احسن حاجه هتظهر دلوقتي زي خلايا البروفكسايت. طب ما سيلس ظهر جديد، دي مشكله مهمه جدا. طب لسه ظهر جديد، لسه هنعرف كمان سنتين ثلاثه ايه اللي هيحصل فيها. تخزين الطاقه؟ لا، بتخزن كويس قوي، بتخزن اسرع. بتخزن اسرع ليه؟ لان عندها ثلاث، بتاخد الثلاث موجات اللي موجودين في الشمس، مش بتاخد ويفز معينه او موجه معينه عشان تخزنها، فبتكون كميه قليله او بتستفيد بقليل من الشمس. لا، الموضوع هنا مش تمام خالص. طب التكاليف المباشره وغير المباشره؟ هي دي برده مشكله، لكن في نفس الوقت الكميه اللي بتديها من الكهرباء عاليه جدا. زي ما تقول ايه، ان في ميزه حلوه قوي غطت حتى لو العيب ده موجود في التكاليف. قال لك مش مهم الكلام ده خالص، المهم ان احنا
احنا عندنا هنا استفادة. الاستفادة اللي بناخدها ان بتدينا من اشعة الشمس بتدينا طاقة عالية جدا، بنخزن اكبر كمية كهرباء ممكن نصدرها، ممكن نستخدمها، ممكن نعمل بيها مصانع. وفي صناعات كتير جدا قايمة على الطاقة بس زي المازوت 70%، حاجات كتير قوي في الموضوع ده. في كمان حاجة مهمة جدا، انت عارفين ان الليثيوم تمام بنخزن زي بطارية الموبايل، بنخزن على طاقة كهربية عشان نسحبها، برضو دي موجودة في البطاريات اللي بنوصلها بالالواح الشمسية عشان خاطر نستفيد منها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.